الانطلاق يتواصل والتحية تستمر هنا أيضا مع انطلاقة شوطنا الحادي عشر والمخصص أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. أيضا المخصص للإبكار محليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ المنطلقة في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. هكذا الانطلاق أسير مباشرة على البداية. هناك شاهينية المملوكة لهجنة الرياسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري. هناك أيضا يتواجد على صدارة هذا الشوط. انتقل مباشرة على المركز الثاني. الوصول والتقدم. التقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار من الشاهينية لهجن الرياسة أيضا اللي ضمرها راشد بن محمد بسم المنصوري من يتواجد على المركز الثاني. ينتقل مباشرة بانطلاقة الشاهينية لهجن الرياسة. هناك أيضا محمد العتيج بن زيتون المهيري يقدم لنا الشاهينية في هذا الشوط. يا سلام. انتقل مباشرة على المركز الرابع. وصول من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي هنا. وهذا الشعار الذي قدم الكثير من الأسماء التي قد صالت وجالت في عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة في دولة الإمارات وخارجها. انتقل مباشرة على المركز الخامس. وصول من الشاهينية لهجنة الرياسة. يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في هذه اللحظات. تنتقل إلى المركز السادس. انتقل هناك أيضا الوصول والتقدم هنا من الشاهينية لهجنة الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري اللي خذت المركز السادس. أتابع المركز السابع. وصول أيضا من الشاهينية لهجن الرياسة أيضا بقيادة علي بن ميل الوهيبي بقيادة ظافر المضمرين الذي قدم الشاهينية في هذا الشوط. المركز التاسع. تاسع المراكز. هناك أيضا التسلل من الجانب الأيمن. هناك أيضا ماخذية زاوية بحالها والشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز العاشر. وصول أيضا وتقدم في هذه اللحظات من غثيوة لهجن الرياسة بقيادة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي بقيادة الجدير في هذه اللحظات. هكذا نتيجتنا في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الأسماء التي بدأت تتقدم في هذه الأمسية الجميلة. هناك أيضا أمسية هجن الرياسة بشعار الرموز. هناك أيضا الذي يأتي هناك أيضا ويغطي هذه الأمسية من المركز الأول حتى المركز العاشر. أعود إلى البداية هلولا. أعود إلى الصدارة هلولا. إلى المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام. الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري على مقدمة هذا الشوط. انتقل مباشرة على المركز الثاني. الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري. بينما انتقل مباشرة مع الشاهينية اللي خذت المركز الثالث لهجن الرياسة يتقدم المضمر أحمد بن مايد الخيلي. يتقدم رجل الخطوط النهائية المركز الرابع. وصول من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الخامس. يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا من القادم. الشاهينية هناك أيضا واصلة في هذه اللحظات والقادمة في هذا المسار. القادمة الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في هذا اللحظات. تنتقل إلى المركز الخامس. انتقل إلى المركز الخامس هنا أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك أيضا الوصول والتقدم من هذه الأسماء الجميلة هنا في هذه اللحظات. الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا
الكرام من الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة ظاهر المضمرين علي بن يميل الوهيبي من يتواجد في عملية التدريب والتضمير. تابع يا من تتابع، تابع هناك أيضا يا عشاق هذا الشعار، الشعار الأحمر هنا بينما الوصول من المركز السابع الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيدي، والمركز الثامن وصلت هناك أيضا قهيوة لهجن الرئاسة بقيادة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، واللي خذت المركز التاسع هذه الشاهينية المملوكة لهجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي، والمركز العاشر العين لهجن الرئاسة هناك أيضا عوض بن مبارك المهيري. هكذا نتيجتنا في هذا الشوط وفي هذا المسار للمرة الثانية. أعود إلى البداية، أعود كما أعود دائما، أعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، مع السيطرة هنا، مع قيادة هذا الشوط بانطلاقة الشاهينية لهجن الرئاسة اللي يضمرها راشد بن محمد بالسم المنصوري. هناك أيضا المستحيل المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول من الشاهينية أيضا بنفس الشعار ونفس المضمر ونفس الاسم الشاهينية لهجن الرئاسة مع المستحيل، واللي خذت المركز الثالث وصول من الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي على المركز الثالث. أتابع المركز الرابع، هنا أيضا وصول من المجازف مع شعار هجن الرئاسة واللي قدم الشاهينية والشاهينية على المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس وصول وتقدم، الله، وصل الشعار الأحمر يقدم لنا الشاهينية، وهناك علي بن يميل الوهيبي يتقدم الظاهر، يتقدم بوسعيد في هذه اللحظات متأملا مع انطلاقة الشاهينية في هذا المسار، بينما هناك الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هناك المجازف، وصل المجازف هنا ناوي على نية في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي. هكذا نتيجتنا، هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة قدمت هذا الشوط، اختلط الحابل بالنابل. هناك هذه الأسماء التي بدأت تتقدم بشعار واحد، ولكن الفطاحلة والخبراء يختلفون في هذا المسار. هناك المستحيل، هناك أيضا المستحيل، هنا أيضا مسيطر حتى هذه اللحظات على المركز الأول والمركز الثاني. رجل الخطوط النهائية يتواجد مع الشاهينية على المركز الثالث، هناك المجازف من يتواجد على المركز الرابع والمركز الخامس في هذا المسار. وصل الظافر مقدم لنا الشاهينية المملوكة لهجن الرئاسة، من يتواجد في هذه اللحظات الشاهينية لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أعود إلى البداية، هنا خماسية الماسية تتشكل على بداية هذا الشوط، تتشكل على مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. هنا ياهي ذكريات، ياهي ذكريات هنا بانطلاقة المستحيل، بتحديات المستحيل، بانطلاقة الرموز هناك أيضا الذي اختطف هذا الشعار. هناك الشاهينية ما زالت على البداية الأولى، على الصدارة هي المستحيل. وصل المجازف، وصل المجازف، تقدم هناك أيضا الظافر في هذا الشوط. الله، ولعت ولعت ما بين هالأسماء، ما بين هالشعارات، المستحيل مسيطر، المستحيل مسيطر على البداية وعلى المركز الثاني. المجازف يحاول على المركز الثالث والرابع في هذه اللحظات، في هذا المسار المنحنى الأخير. المنصة هبانت، المنصة هبانت، والناموس
الفردوس يحتار ما بين المضمرين، شعار واحد ولكن يحتار ما بين المضمرين في هذا الشوط. البداية مع الشاهينية، مع المستحيل، المستحيل الذي لا يعرف المستحيل، لا يعرف إلا المقدمة، لا يعرف إلا الصدارة، مع المركز الأول والعصاب الأبطان. أشكرك على بروت الأعصاب على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني شوفوا من القادم الواصلة، هناك الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بن زيتون بن زيتون، غادم على المركز الثاني والثالث. يا المستحيل يا المستحيل، بينما هناك الشاهينية لهجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي، الله بشعار مرضية وماضيها المشرف وذكرياتها المميزة هنا. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة ما بين المجازف والمستحيل، ما بين المجازف والمستحيل في موقع واحد في مسار واحد. ولكن الشاهينية الخمسمية متر الأخيرة، جولة الأوامر، جولة التحديات والإثارة. الله يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الشاهينية على المقدمة على الصدارة مع هجن الرئاسة اللي قدم الشاهينية راشد بن محمد بسم المنصوري. المستحيل 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 يتواجد على البداية، سلام رئاسي سلام، أمسية جميلة أيضا بهذا الشعار. ولكن المجازف له رأي آخر، المجازف له رأي آخر، المية متر الأخيرة. الله الله الشاهينية، سلام 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 يا المجازف سلام. هناك أيضا فلله درك يا أبو سعيد المركز الثاني، الشاهينية لهجن الرئاسة، ثالثا الشاهينية لهجن الرئاسة، المركز الرابع والخامس الشاهينية لهجن الرئاسة. هكذا النتيجة. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام لهجن الرئاسة أيضا من المركز الأول حتى المركز الخامس في هذه اللحظات على فوز الشاهينية واختطافها في هذا الشوط. تهانينا والناموس للمجازف. أعطيني التوقيت يا مخرجنا المبدع دائما بهذه اللقطات المميزة الذي يأتي من قلب الحدث. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهنية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي قدم الشاهينية هنا في هذا الشوط وفي هذا المسار. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة مشاهدينا متابعينا الكرام. هذا هو التوقيت الزمني 12 دقيقة 43 وست أجزاء من الثانية. تهانينا للمجازف والتهنية أيضا ذهبت لشعار هجن الرئاسة. بينما المركز الثاني هذه الشاهينية والله يقول الحق قدمت عرض جميل 12 دقيقة 44 ثانية خمس أجزاء من الثانية. أيضا التهنية للمستحيل. بينما المركز الثالث وصلت الشاهينية لهجن الرئاسة أيضا تواجدت بهذا العرض الجميل مع المجازف 12 دقيقة 48 جزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس.